حلمي انه دخل الالعاب بالتدريس، وانه يكون التعليم شيء مو بس انه الواحد يتعلم فيه، ولكن كمان انه يحصل على متعه. انا اسمي عبد الله الكرم، جاي من مدينه حماه سوريا، صار لي بالنمسا تقريبا 4 سنين. رحلة الهروب كانت بالنسبة لي أول رحلة بحياتي. أنا كان عمري 18 سنة، ما كنت عارفان بالضبط شو الدنيا برا. من زمان كنت ألعب ألعاب فيديو، ودائما كان بدي أعمل لعبة فيديو لحالي. فلما طلعت عن نمسا تقابلت بالفريق، وخطرت الفكرة إنه ليش ما بنعمل لعبة عن قصة اللجوء. الهدف من تطبيق الرحلة باللعبة كان إنه أنا أنشر الخبرة هاي عن المحتوى إنساني أولاً، عشان الناس، أنا حسيت إنه في كتير سوء تفاهم لما بيجي للموضوع للاجئ، بينظروا للشخص إنه لاجئ بس ما بينظروا للشخص إنه إنساني. فحبينا ننشر الصورة بحيث إنه أنت هلأ اللاجئ، فبصير مثل تفاهم للوضع. اللعبة موجودة بشكل مجاني على جهاز الكمبيوتر حالياً. واحدة من الصعوبات طبعاً فينا نقول الفلوس، لأنه تكلفة صنع الألعاب تكلفة عالية جداً. فنحن إجانا مثلاً في شيء اسمه فاندينج هون بالنمسا، فإجانا من الدولة، لكن الفلوس تقريباً خلصت لأربع أشخاص لمدة سنة ونص. واحدة من الصعوبات كمان في إنه الواحد يقول إنه لما نحن حاولنا، هلا هذا تقريباً كله تجربة للعبة، في الجزء الثاني للعبة، فواحدة من الصعوبات اللي واجهناها إنه مو كل الشركات تقبل فينك تقول تستثمر بالمشروع هاد بسهولة، لأنه بكل بساطة الموضوع سياسي، والموضوع بيخوفهم انه يبداوا فيه او يحطوه بالبورتفوليو تبعهم. فلهلا عم نبحث على مستثمرين يعني يكونوا قدها ونكمل معهم. فنحن اول ما قصرنا اللعبه شاركنا بمهرجان بفيينا اسمه ريفرست بعام 2017، وهون تم تقييم اللعبة كأفضل لعبة بهذا المهرجان بعد أسبوع من تقديمها. كانت الجائزة هي إنه نعرض البروجكت ببريطانيا بلندن، وهون ما تم قبولي بسبب الفيزا ومشاكل السفر. في مهرجانات بكرواتيا مثلاً، في مهرجان اسمه ريبوت بكرواتيا، بسويد، بألمانيا جيمسكوم، خدنا جيمسكوم مرتين. وحدة في كتير قصص كمان، مو بس مهرجانات، ولكن مثل ما بقولوا ورشة عمل. كوريا كانت قصة، كنت عم بعرض بروجكت للشركة الحالية أنا بشتغل فيها اللي اسمها بوليكولا. بوليكولا عم نحاول نحن ندخل الألعاب بمجال التدريس، بحيث أنه يكون مو بس عملي، ولكن كمان الواحد يقدر يتسلى فيه. ردود فعل الناس حلاوته بهاللعبة أنه كل واحد كان دورة فعل معين، فكان في ناس تضحك تنبسط، كان في ناس تبكي، كان في ناس تزعل، ناس بس ما بس تخلص ضم مثلا انه تحس معك.